السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا زميلتكم سارة السوري من دفعة أيارتا جامعة البنقاء التطبيقية. راح أكمل بشرح مادة الهيستولوجي، وراح أشرح موضوع السكين أند بادي ميمبرين. هو غالبا بيكون آخر موضوع بالمادة إلا إذا تغيرت الخطة. هلأ، الميمبرين عبارة عن flat sheet of pliable tissue that cover or line a part of the body. عبارة عن flat sheet مكونة من أنسجة مرنة بتغطي أو بتحيط بجزء أو عضو من أعضاء الجسم. هلأ ممكن تغطي مساحات واسعة مثل السكن، وممكن تغطي عضو أو عضو معين مثل الهارت، أو مكان معين بالجسم مثل الأبدومن. هلأ في عنا two type of membrane، في عنا epithelial membrane وفي عنا synovial membrane. epithelial membrane contain epithelial tissue and connective tissue. synovial membrane contain only connective tissue. هلأ حكينا إنه epithelial membrane consist epithelial layer and underlying connective tissue layer. connective tissue layer نوعها بالضبط lamina propria. lamina propria عبارة عن thin layer of connective tissue that line various tubes such as gastric tract and respiratory tract. تعريف lamina propria بالضبط مش مطلوب، يعني هاي extra information، بس افهموها لتعرفوا تحفظوا أو تفهموا ويوصل الفكرة توصل الفكرة. هلأ synovial membrane line joint and contain only connective tissue. في هنا رسمة بتوضح كيف إنه connective tissue underlying with epithelial tissue، وفي عنا layer بفصل بين ال connective tissue وال epithelial tissue بتتسمى basement membrane. راح نرجع نعيدها بس لتعرفوا وين موقعها بالضبط. في عنا three type of epithelial membrane. في عنا mucous membrane, serous membrane and cutaneous membrane or skin. رح نحكي عنهم واحدة واحدة. أول شيء الميوكس ميمبرين أو بتتسمى الميكوزا. الميوكس ميمبرين line cavity that open to the exterior such as mouth, stomach, vagina and urethra. بتغطي الأماكن اللي بتفتح للخارج مثل الماوث، الستمك، فاجينا and urethra. هلأ هي عبارة عن epithelial membrane، يعني بتتكون من epithelial cell. رح تكتشفوا انه وظيفتها بتتناسب مع اماكن وجودها، فبتعمل كبارير تو مايكروبس، حاجز حماية ضد الميكروبات. tight junction between cell، اخدتوا tight junction بالمواضيع السابقة وعرفتوا انها بتمنع انتشار المواد أو بعض المواد خارج الخلية. mucus is secreted from underlying gland to keep surface moist. بعض الجلاند بعض الغدد بتفرز mucus لتخلي السطح رطب أو لزج. وبرضو نوع الكونكتيف تيشو الموجود بالmucous membrane تسمى لامينا بروبيريا. في عنا هون صورتين بوضحوا كي أماكن وجود الميوكس ميمبرين وكيف إنه الجلاند سيكريتد ميوكس. وفي عندكم سهم أحمر بدل على أماكن وجودها. في الصورة الثانية بتوضح أماكن وجود الميوكس ميمبرين الموجودة بالإنتستين أند ستامك. حكيت لكم عن البيزمنت ميمبرين وقلنا انها layer connect the epithelial with lamina propria. هلأ الميوكس ميمبرين is named due to myocus secretion by globulate cell. سميناها الميوكس ميمبرين لانه
تفرز نسبة لإفراز الميوكس من خلايا متخصصة تسمى الجلوبلت. والميوكس هو عبارة عن مادة لزجة بتسمى المخاط أو إشي مثل هيك. السيرس ممبرين النوع الثاني. السيرس ممبرين عبارة عن سيمبل سكويمس سيل overlying loose connective layer. تتكون من simple squamous cell, نوع الخلايا بالضبط simple squamous, بتكون موجود تحتها أو الطبقة اللي بعد ال simple squamous cell عبارة عن loose connective tissue. بتحفظوا نوع ال epithelial tissue الموجودة فيها أو نوع الخلايا الموجودة فيها simple squamous cells ونوع connective tissue loose connective tissue. consist two layer visceral and parietal layer. المعلومة بالضبط مرقت عليكم في الأناتومي بس رح تنعد في الهستولوجي إنه serous membrane بتكون من طبقتين من layers. الداخلية بتتسمى visceral layer والخارجية بتتسمى parietal layer. في عنا صورة هون بتوضح كيف تجربة ممكن مرقت عليكم أو الدكتور حكاها بالأناتومي, كيف إنه لما يكون في عنا أو هي تشبيه كبالون في منفوخ بهواء, تحط إيدك فيه والطبقة الملامسة بالضبط للإيد بتتسمى visceral layer والطبقة الخارجية اللي بتغطي الكافيتي تسمى parietal layer. اوكي, هلا السمبل سكويماس سيكريتد سليبري فلويد. هاي الخلايا الموجودة بالممبرين بتفرز فلويد معين اسمه سليبري فلويد, هو بشكل عام بسهل حركة العضو اللي بيغطيه. فمثلا نعطي مثال قريب, البريكارديوم الغشاء اللي بيغطي الهارت. احنا بنعرف انه الهارت بيضخ دم باستمرار, فحركته المستمرة بسهلها او بتسهلها عن طريق الفلويد اللي بتفرزها البريكارديوم المحيطة فيه. هلأ line a body cavity that doesn't open to the outside such as chest and abdomen cavity. وهاي معلومة رح تبين لنا الفرق ما بين السيرس ممبرين والميوكس ممبرين. حكينا الميوكس ممبرين line the cavity that open to the exterior, والسيرس ممبرين line a body cavity that doesn't open to the outside. اوكي, such as the chest, منطقة الصدر اللي فيها اللنج, وبيغطي اللنج سيرس ممبرين يسمى البلورا, ومنطقة الابدومين اللي يعني منطقة الابدومين تحتوي على ستمك, تحتوي على انتستان, وبيغطيها سيرس ممبرين اسمه بيريتونيوم. هلا السيرس ممبرين may be become inflamed with the build up of serous fluid. ممكن انه يتعرض الغشاء للالتهابات عن طريق تجمع السوائل, غالبا بتكون ما بين منطقة البريتل and الفيسيرال, بتتجمع السوائل وبصير في عنا التهاب أو inflamed. example of serous membrane حكيناهم البلورا اللي بتغطي اللنج, بريتونيوم بتغطي الابدومين كافيتي, بريكارديوم بتغطي الهارت. هلأ رح نرجع نعيد المعلومة. parietal layer
membrane on wall cavity. Visceral layer membrane over organs in cavity. هاي الصور بتوضح السيرس ممبرين البلورا اند البيريكارديوم. هلا ثالث نوع من الممبرين بسمى كوتينيوس ممبرين. كوتينيوس ممبرين كفر بادي سيرفس اند كونسيست ابيدرمس اند درمس. تمام. وهي الصورة بتوضح السكن وطبقة الإبيدرمس السطحية وطبقة الدرمس اللي الغميقة شوي، ورح نحكي عنهم بالتفصيل. هلا الساينوفيال ميمبرين النوع الثاني من الميمبرين عبارة عن ميمبرين لاين جوينت كافيتي اند اول فري موفابل جوينت، بتغطي منطقة المفاصل وبتسهل حركتها. line بورزي and tendon sheath بتغطي، هي بدكم تعرفوا انه البورزي عبارة عن small fluid filled sac مثل الكيس، بتكون مملوء بالسوائل، بيكون موجود في منطقة الجوينت، بس وظيفتها انها بتعمل كمقاومة للاحتكاك في المفصل. تعريفها بالضبط مش مطلوب منكم، بس مطلوب تعرفوا ليسهل عليكم. وهاي الصورة بتوضح اماكن البورزي تندون الليجامنت. هلأ حكينا قبل انه الساينوفيال ميمبرين كونتين اونلي كونكتيف تيشو، يعني نو ابيثيليال سيل موجودة فيها، بس في عنا سبيشال سيلز سيكريت سليبري فلويد سيكريت سليبري ساينوفيال فلويد، يعني بيكون فيها خلايا متخصصة بتعمل سيكريشن لا سليبري فلويد موجود فيها. اوكي، في عنا في الساينوفيال ميمبرين حكينا انها بتتكون من كونكتيف تيشو، وفي عنا ثلاث انواع من الكونكتيف تيشو ممكن انها تكون موجوده، يعني مو كلهم بيكونوا موجودين بس واحده منهم بتكون موجوده. طبعا بيعتمد وجود كل واحدة فيهم على depend on region، على المكان اللي بتكون موجودة فيه. هلا في الثلاث أنواع هي earlier connective tissue, adipose connective tissue and dense irregular connective tissue. هلا رح نرجع ونحكي عن الكوتينوس ميمبرين أو السكن. The skin and its accessory structure make up the integumentary system. بشكل نظام غلافي، يعني بغلف الجسم. هلا the function of integumentary system. Guard the body physical and biochemical integrity. بعمل كحاجز حماية للجسم. Maintain a constant body temperature، بحافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية. Provide sensory information about surrounding environment، بعمل كالإحساس بالبيئة الخارجية، حرارة رطوبة وهيك. هلأ الجنرال أناتومي للسكن، يعني بدنا نحكي عن صفاتها أو خصائصها العامة. A large organ composed of four types tissue، يعني هو أصلا للجلد كمعلومة يعتبر أكبر عضو بالجسم، بيتكون من أربع أنواع من الأنسجة.
22 سكوير فيت مساحته، 1 تو 2 مليمتر ثيك، سمكه كتير ثين، ويت 10 اي بي اس. وهاي الصورة بتوضح الستركتشر للسكن. هلأ الستركتشر للسكن حكينا انها بتتكون من 2 لاير، ابيديرمس الطبقة السطحية superficial portion of skin بتحتوي على epithelial tissue، وطبقة الديرمس تعتبر deeper layer of skin composed connective tissue. في عنا طبقة ثالثة بتيجي deep to dermis، ولكنها ما بتعتبر أو ما بنعتبرها من من structure أو من الأجزاء السكن، واسمها subcutaneous layer or hypodermis. هاي الطبقة consist area and adipose tissue, fat storage and area for blood vessel passage and area of pressure sensing nerve ending. تتكون من أو بتحتوي على نهايات عصبية، وبتحتوي على أوعية دموية، ورح نحكي عنهم واحدة واحدة. هاي الصورة بتوضح التركيب العام أو أجزاء الإبيديرمس، إحنا رح نحكي عنهم بالتفصيل. هلأ طبقة الإبيديرمس تحتوي على، حكينا إنها هي عبارة عن طبقة إبيثيليال تيشو، ونوع الإبيثيليال الموجود فيها ستراتيفايد سكويمس. بدنا نعرف معلومة مهمة، إنه الإبيديرمس عبارة عن إيفاسكولار، يعني no blood vessel، ما فيها أوعية دموية. بتحتوي على 4 type of cell، 4 أنواع من الخلايا، and 5 layers of cell، وبتحتوي على 5 طبقات من الخلايا. إذن 4 أنواع من الخلايا بخمس طبقات. رح نحكي عن 4 principal cell of epidermis، أنواع الخلايا الموجودة فيها. في عنا كيراتينوسايت، ونسبته أعلى إشي بالإبيديرمس كيراتينوسايت، بتشكل 90%. في عنا ميلانوسايت وبتشكل 5%، لينجرهانس سيل وبتشكل من 1 إلى 3%، ميركل سيل وبتشكل من 1 إلى 3%. هلا الكيراتينوسايت بروديوس ذا بروتين كيراتين، which help protect the skin and underlying tissue with heat, microbes and chemicals. بتعمل على انتاج بروتين الكيراتين، ووظيفته حماية الجلد او حماية الجسم من العوامل مثل الحرارة، الميكروبس والكيميكالز. في عنا اللاميلار جرانيولز، بتشكل ووتر بروف سيلانت. رح تشوفونا كتير بنحكي عن اللاميلار جرانيولز، ووظيفتها انها بتفرز مادة، وهاي المادة بتكون مقاومة للووتر، يعني بتكون ريبل with water، أو بصيغة أخرى بنحكي water repellent. هلأ ميلانوسايت produce a pigment melanin which contribute to skin color and absorb damaging ultraviolet light. الميلانوسايت خلايا تنتج صبغة الميلانين، وصبغة الميلانين تعمل على بتعطي لون للسكن، وبتمتص وظيفتها انها بتمتص الاشعة فوق البنفسجية اللي بتعرض الخلايا الجسم لدميجينج وبتدمرها، فوظيفتها
يعني حتى ممكن تشوفوا إنه بكل دولة أو بكل منطقة في لون جلد معين للناس، وهاي بيعتمد على وجود صبغة الميلانين، وهي اللي بتحمي من أشعة فوق البنفسجية اللي بتعرض لها الجسم. وحسب كل مكان ممكن يكون حسب يعني المناخ والجو، والألترا فيوليت برضو بيكون أشعة صادرة عن الشمس تعرض الناس لإلها فبتحميهم. تمام. لينجريان سيلز نسبتها من 1 لـ3%. derived from bone marrow and participate in immune response، بتعمل بالاستجابة المناعية. Merkel cell contact a sensory structure called tactile، تركيب نعتبره تركيب حسي، وهو اللي بعطي الجلد خاصية وبعطي إحساس اللمس تاكتل. هاي الصورة بتوضح الخلايا اللي حكينا عنهم، الأولى كيراتينوسايت، الثانية ميلينوسايت، الثالثة لينجرهانس سيلز، ورابعة ميركل سيلز. هاي الصورة بتوضح اللاير اوف إبيدرمس، ورح نحكي عنهم واحدة واحدة. تمام. هلا there are 4 or 5 layers of epidermis depend on upon the degree of friction and mechanical pressure applied to the skin. هلا ممكن تكون طبقات الإبيدرمس ممكن 4 أو 5، وهذا وجود عدد layers بيعتمد على الفريكشن and الميكانيكال بريشر ابلاي تو ذا سكين. مثل لما نحكي انه باطن الخد بتعرض لاحتكاك من الاسنان بتواصل، فممكن يكون وجود اكبر عدد من اللايرز من الاماكن اللي ما بتتعرض كتير للديفراكشن. هلا في عندنا layers of epidermis، هي عبارة عن 5 layers احنا رح نحكي عنهم، مو كلهم بيكونوا موجودين. مثلا ممكن انه بيكون وجود 4 أو 5، لانه طبقة الستريتيوم ليكيديا بتكون مش موجودة بكل اماكن الجسم، رح نحكي عنهم. اول اشي طبقة الستريتيوم بيزل، وكل لاير رح تشوفوا هاي الصورة نفسها رح تتكرر 5 مرات. كل لاير بيكون عليها pink circle. ستراتيوم بيزل deepest single layer of epidermis، بتكون هي أول طبقة بعد الدرمس، بتكون deep، بتتكون من single layer، just single layer، بس من طبقة واحدة. تتكون من ميركل سيل، ميلينوسايت، كيراتينوسايت and stem cell that divide repeatedly. كيراتينوسايت have cytoskeleton of tonofilament. التونوفيلمنت هي عبارة عن intermediate cytoskeleton أو intermediate كيراتين. Cells attach to each other and basement membrane by desmosomes and hemidesmosomes. يعني الخلايا بهاي اللايرز بترتبط مع بعضها مع البيزمنت membrane ب tight junction بتسمى desmosomes and hemidesmosomes. When the germinal portion of epidermis destroy, new skin can't regeneration with skin graft. هلا رح نحكي عن الطبقة الثانية stratum spinosum.
تيجي الطبقة بعد الاستراتيوم بيزل. It provides strength and flexibility to the skin. بتعطي قوة ومرونة للجلد. 8-10 cell layers are held together by the desmosomes. تتكون من 8-10 طبقات من الخلايا ترتبط مع بعضها بالديسموزومز. During slide preparation, cell shrink and appear spiny. أخذت موضوع بأول موضوع بالمادة غالبا بيكون موضوع cells preparation, تحضير الخلايا. وبتعرفوا إنه الخلية لما تصير نعمل لها cell preparation أو slide preparation بتكون شكلها shrink and spiny. بالنسبة لهاي الطبقة من السكن. Melanin is taken by keratinocyte from melanocyte by phagocytosis. هلا صبغة الميلانين بتكون موجودة بهاي المنطقة, واللي بوصل الميلانين لهاي المنطقة خلايا الكيراتينوسايت عن طريق فاغوسيتوسيس لإلها from melanocyte. Stratum granulosum. A transition between deeper metabolically active strata and the deep cell of more superficial strata. مثل كأنها طبقة انتقالية ما بين الخلايا اللي بتيجي ديب, والخلايا الديب إنها بتكون كتير metabolically active, يعني خلايا نشطة بالانقسام, كتير بتنقسم وبتكون continuously يعني باستمرار, وما بين الخلايا السطحية. تمام. تتكون 3-5 layer of flat dying cell that show nuclear degeneration. تتكون من 3-5 layers, بتتكون من خلايا flat يعني مسطحة يكون فيها صبغة. Contain laminar granules that release lipid that repel water. حكيناها laminar granules, قلنا إنها بتعمل أو بتفرز lipid بتكون repel water, بتنافر أو بيقاوم الwater. Contain dark stain. Dark stain keratohyalins granules. Keratohyalins convert tonofilament into keratin. والtonofilament keratin intermediate filament. هلا الطبقة الرابعة اسمها stratum lycodium. Present, وقلت لكم إنها وجودها مش بكل أماكن الجسم, بتكون موجودة in fingertips, palms of hand and soles of feet, في أطراف الأصابع, في كف اليد وفي باطن القدم. 3-5 layer of clear flat dead cell, بتكون موجودة فيها خلايا مسطحة وميتة. هلا آخر طبقة الستراتيوم كرونيوم, بتكون الطبقة السطحية 25-30 layer deep flat deep cell filled with keratin and surrounded by lipid. بتتكون من 25 لا 30 طبقة من الخلايا المسطحة الميتة, وبتكون filled with keratin وبتكون surrounded by lipid. بتشكل كبارير, وبرضو وجودها
بتناسب مع وظيفتها، فهي سطحية. فإحنا دائما بنعرف إن الطبقة السطحية هي اللي بتكون معرضة للمايكروبس، معرضة للهيت، معرضة للووتر، للكيميكال. ف طبقة الستراتيوم كرانيوم تعمل كبارير تو لايت، هيت، ووتر، كيميكال اند بكتيريا، وبتحتوي على لاميلار جرانيولز. وحكينا انه اللاميلار جرانيولز حكيناها كتير انها ريليز ليبيد، تعمل كووتر ريبلنت. كونسيست اكسبوجر تو فريكشن will cause this layer to increase in depth with the formation of sallus and abnormal thickening of epidermis. تتعرض للفريكشن، تعرضها المستمر للفريكشن بزيد الدبث لإلها، فبصير في عنا abnormal thickening، يعني السماكة غير طبيعية لطبقة الإبيديرمس. هلأ الكيراتين، الكيراتينايزيشن and growth of epidermis، رح نحكي كيف تتشكل طبقة الكيراتين. أو تعريف الكيراتينايزيشن عبارة عن replacement of cell content with portion كيراتين أوشر as cell move to skin surface over 2 to 4 weeks. استبدال محتوى الخلية بالكيراتين. وكيف كيف بتصير؟ أول شيء في عنا الستيم سيل divide to produce keratinocyte. الستيم سيل هي عبارة عن خلايا بتنقسم وبتتميز لأنواع أخرى من الخلايا، فبتصير لها انقسامات وبتنتج الكيراتينوسايت. الكيراتينوسايت pushed up toward the surface with fill with كيراتين، بتكون أو push up to the، يعني بتكون أو تتحرك للسطح وبتكون موجود فيها الكيراتين، مليئة بالكيراتين. وهيك بنكون خلصنا طبقة الإبيديرمس. رح نحكي عن الطبقة الثانية للجلد اللي هي طبقة الدرمس، وحكينا إنها بتحتوي على connective tissue layer and compose collagen, elastic fiber, fibroblast, microphage and fat cells. هاي الطبقة بتحتوي على hair follicle, gland, nerve and blood vessels. إحنا حكينا طبقة الإبيديرمس بتكون avascular، ما فيها أوعية دموية، بس طبقة الديرمس تحتوي على بصيلات شعر، تحتوي على جلاند، بتحتوي على أوعية دموية، بتحتوي على نيرف. فيها two region of dermis، في عنا papillary region، في عنا reticular region. هلأ البابيلاري region بتشكل 20% of dermis. تكون نوع الكونكتيف تيشو earlier connective tissue. The collagen provide strength, extensibility، بتعطي قوة، بتعطي extensibility. extensibility معناها ability to stretch، قابليتها للتمدد. بتعطي elasticity يعني ability to return to original shape after stretch to skin، يعني بعد تعرضها لأي نوع من الضغط أو التمدد ترجع لوضعها الطبيعي. وبيكون شكلها finger-like projection، وهي الصورة بتوضح شكلها. وcalled dermal papilla anchor epidermis to dermis، مثل رابط ما بين الدرمس والإبيدرمس، أو بتيجي بينهم بالضبط. contain capillaries that feed epidermis، بتحتوي على أوعية دموية. الأوعية الدموية الموجودة فيها بتعمل feed أو تغذية لطبقة الإبيدرمس اللي بتكون حكينا إنها ما فيها أوعية دموية avascular.
contain mucins, corpuscles, touch, and free nerve ending with sensation of heat, cold, pain, and itch. وفي عنا extra information مش مطلوب تحفظوها ولكن مطلوب تعرفوا شو هي لتسهل عليكم. المسنس كارب بيسلز هي عبارة عن type of nerve ending بتكون في السكن وبتعمل responsible استجابة للتاتش, استجابة للتاتش heat, cold, pain, itch. هلا في عنا الطبقة الثانية reticular region. reticular region نوع الكونكتيف تيشو الموجود فيها dense irregular connective tissue contain interlacing collagen and elastic fiber, تحتوي على كولاجين وإلاستيك فايبر. بيكت with oily gland, sweaty gland duct, fat and hair follicle, فيها بتحتوي على غدد عرقية, غدد دهنية, بصيلات شعرية. Provide strength, extensibility, elasticity to skin, بتعطي الخاصية للجلد strength, extensibility, elasticity. Epidermis ridge form in fetus as epidermis confirmed to dermal papilla. ببلش أو بتكون موجودة في الفيتاس في الأجنة. Fingerprints are left by sweet gland open on ridge. بصمات الأصابع بتكون فيها sweet gland. Increase grip of hand. بتعطي مساحة لباطن اليد أو كف اليد. وهاي الصورة بتوضح الـ accessory structure of skin developed from embryonic epidermis. ببلش تشكيلها أو تطويرها في الـ embryonic. Cell sink inward during development to form hair, oil gland, sweaty gland and nail. بصير في ال بصير الجلد يعمل سينك للخارج للداخل سوري عشان يصير في ديفلوبمنت للهير, للجلاند, للنيل, للأظافر, للغدد العرقية, الغدد الدهنية والشعر. وهيك بق منكون خلصنا شرح المحاضرة. إن شاء الله ما أكون طولت عليكم وآسفة إذا صار في أي خطأ. دعواتكم, موفقين جميعا, ويعطيكم ألف عافية.